فيديو للتفاؤل، اختراعات ممكن تغير حياتنا. اهلا بيكم في المورستان. كل فترة بيطلع لنا اختراع بيدينا الامل، بيحسسنا ان الدنيا بخير، بيخلينا نحس بالتغيير. المكنة دي انا هتمشي من هنا ورايح بالازازة دي. بالازازة دي بس؟ الله اكبر عليك، لا ده انت هتضرب اقتصاد دول. ده ايه اللي فيها ده؟ الازازة دي بتخليك تمشي قد ايه؟ ممكن تمشي شهر شهر ونص. شايف؟ تمشي شهر شهر ونص؟ احنا تضحك علينا في العربيات الكهرباء ولا ايه؟ لا ده انت كده ايلون ماسك العرب. ماشي، يعني ممكن تمشي لك 200 300 كيلو. ايه؟ وعن تجربة. 200 300 كيلو شهر شهر ونص؟ 200 كيلو دي بتخلص في مشوار البقالة هنا. لا حسن موقفك او قول لنا ايه المادة دي؟ طبعا احنا عملت الاختراع ده بحاجة انت مش هتصدقوها. هيدروجين؟ نيتروجين؟ انا اسمع ان الكربون الذري هو المستقبل. انسى البنزين 80، انسى 92، وانا جاهز في اي اختبار واي حد عايز الموضوع ده انا تحت امرك. لا بص انا كده بدات اقلق، في سسبنس كتير وخفت اقول لي في اخر الفيديو، راسلني على الخاص عشان تعرف فيه ايه. انجز. طبعا الاختراع ده الحمد لله انا عملته ازاي. دي ازازه وادي الخرطوم بتاع المكنه، يعني ما عملتش حاجه غير كده. والله واضح، والله العظيم واضح، ازازه وخرطوم مكنه. ايه اللي جوه الازازه؟ بس الازازه دي جواها ايه بقى؟ الازازه دي جواها ايه؟ ما تقول يا عم. بول. جواها ايه؟ بول. بول كورة ومسيحينها مثلا ولا بول زتس؟ انا اختبرت البول بتاعي لقيته بول اقوى من ال 92. البول بتاعك اقوى من حضرتك؟ مين الحيوان اللي اختبر لك البول بتاعك اقوى من 92 بنزين؟ طب وعلى كده حضرتك المكنه دي بتغير براز كل قد ايه؟ بول ايه اللي اقوى من بنزين 92؟ حاجه محترمه. لا نور مسامح. حاجه محترمه زي دي؟ حاجه مش محترمه خالص. انت عارف يعني ايه بالاختراع ده هتمشي الترتر للناس وتحط البي بي 30 وتحط البي بي ب 40؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ انا عملت البول بتاعي ده. هو ايه اللي انا عملت البول بتاعي ده؟ هو مفيش غيرك شخ في العالم، في ايه يا عم؟ مين ضحك عليك بس؟ تعالى بس قول لي مين ضحك عليك بالموضوع ده؟ طبعا انا الكميه دي كلها مش بصيرها في يوم بليله، لا ده ممكن اقعد فيها اسبوع. الكميه دي كلها في اسبوع؟ ربنا يديك الصحه والله. لا روح اكشف، حتى اللون مختلف شويه، يعني يمكن الحرق فيه زياده. فاي انتاج يومي عندي بحطه في الازازه دي وبتشغل المكنه. طب لو قلنا عايزين نفتح مصنع، ايه طلباتك؟ تاخدهم فلوس ولا ازايز ميه؟ طبعا زي ما انتوا شايفين جربوا لهم بتوع عشان مش هيصدقوا. لا مصدقينك يا دار. طب ما لازم تدور، ما انت هتصور الفيديو وتقول لي انا بعمل بيبي وكمان ما تدورش، دي مصيبه. طب على كده انت كل 10000 كيلو بتوديها فين؟ عند السباك؟ ركز عليا. قرب اسمع الصوت. ما تقولش كده. هو كوكب بيلف بسرعه ولا احنا اللي بنلف معاه ولا في ايه يا عم؟ هو انا عايز انزل من الكوكب ده، حد ينزلني في اي حته. واتمنى لو في اختراعات بعد كده جايه ما تبقاش تو ماتش اورجانيك للدرجه دي.